السلام عليكم. اليوم قصتنا عاد في حلب، حلب السورية عام 2000. في ولد شباب اسمه رشيد. رشيد أبوه متوفي وعايش مع أمه في حلب، وعنده 4 خوات متزوجات ومع أزواجهم اللي رايحة المملكة العربية السعودية واللي رايحين في الإمارات واللي في الكويت. المهم من ذيك السنين وهم يدزون يعني فلوس حق أمهم وحق أخوهم رشيد. رشيد عمره في أول العشرينات، لكن رشيد كان يرافق 5 شباب في حي ينقال حي الفرقان، وهذا يعتبر من أرقى الأحياء اللي موجودة في مدينة حلب. هم عايشين لأن خواتهم اللي عايشين يعني في أكثر من دولة يرسلونهم الأموال، وهذول كانوا يدفعون إيجار البيت، عايشين بين التجار وبين الناس اللي الأغنياء بالعربي. لكن رشيد هذا كان ما هو راضي يتقبل أنه هو أصلا فقير، أنه ما عنده يعني مصدر للرزق، ما عندهم أملاك وأراضي ومزارع وكذا، حالة حال اللي يشوفه عند أصدقاء 5 اللي دائما يقعد معاهم. حتى أن أصدقائه كانوا يقولوا له: يا رشيد، أنت يعني نشوفك تقط كل فلوسك على اللبس علشان بس تبي تلبس نفسنا يعني، وإحنا ندري أن أنت ترى ما عندكم فلوس ولا عندكم مزارع ولا عندكم شوي، ليش تبي تعيشون أن أنتم أغنياء وأنتم عايشين على المعونات اللي ترسل أخواتكم من برا؟ فكان يقول لهم: لا احنا عندنا واحنا كذا. الولد يحاول انه يصبح يعني مثل اصدقاء 5، وهذه ترى اكبر مشكله يواجهها الانسان، وخصوصا عيالكم علموهم دائما ان تقبل الوضع اللي انت فيه، لا طالع فوق وتنكسر رقبتك، لا طالع ابعد من يعني مستواك المعيشي. الحمد لله، قول الحمد لله وعيش، على الأقل عندك صحة عندك عافية، مو شرط تصير غني. ياما في أغنياء مريض حتى يتمنى يعطيك كل ما يملك عشان ياخذ مثل صحتك. فلازم تعلمون عيالكم أن تقبل الوضع اللي أنت فيه واجتهد أنك توصل للمرحلة اللي أنت تطمح لها يعني. المهم رشيد هذا لا، ياخذ كل اللي تملكه أمه علشان بس يعزم أصدقائه في المطعم ويحسسهم أنه هو غني ويلبس نفسهم ويطلع معاهم بكل مكان من هالكلام. وهم كانوا دائما يضحكون عليه ويحاولون يقللون من شأنه: أنت ما عندك سيارة، إحنا عندنا، أنت ما عندك يعني مزرعة، ما عندك كذا. المهم، ويوم من الأيام واحد من أصدقاء رشيد عزمهم على البيت، وهذا غني، بيت عندهم ما شاء الله قصر. رشيد لما دخل مع أصدقاء متعودين على البيوت الفخمة هذه وكذا، إلا رشيد يوم شاف المنظر البيت من داخل، وراح للثلاجة وراح للمدروين يشوف شيء يهول، شنو هالأثاث، شنو هالتماثيل الموجودة واللوحات والفخفخة يعني. المهم الولد هذا صديقهم صاحب البيت قال لهم: تعالوا أوريكم غرفة أمي وأبوي. دخلهم إلى غرفة أمي وأبوي، ولا الغرفة شيء كبير، شيء يعني عجيب. أثناء وجودهم في الغرفة رشيد طاحت عينه على شنو؟ على الكوميدين وحاطين عليها قطع ذهب وعطورات وكذا، ظهر اكسسوارات والدته وذهبها حاطتها على الكوميدينو. فلما شاف الولد قامت الأفكار تمخمخ في عقله، ما صدق. المهم بعدين طلعوا من البيت. اليوم الثاني رشيد قاعد مع أصدقاء 5 في مقهى، وإلى الآن قاعد يتذكر اللي شافه في بيت صديقه، الذهب والأشياء الثمينة وكذا. وصديقه قاعد يلعب اللي هي الكوتشينة، تعرفونها نفس اللعبة هذه اللي دائما يلعبون فيها بالمقاهي وكذا، وحاط مفاتيح البيت جنبه. رشيد أول ما شاف مفتاح البيت أخذ المفتاح بدون ما ينتبه صاحبه، وقال لهم: أنا بروح أجيب لكم عشاء. استغربوا منه: أنت تجيب لنا عشاء؟
رشيد لا تجيب لنا فلافل، ترى نبي يعني شاورما، نبي كباب، نبي كذا، لا تجيب لنا فلافل، ندري فيك فقير ما تجيب. قال لا 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 صدقوني صدقوني راح اجيب لكم همبرجر واجيب لكم حركات وشاورما. قالوا لا يلا زين يطلع منك شيء، على قولتهم الاشعاره من راس الخنزير غنيمه. قالوا لا 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 انتم دائما تاخذون عني فكر غلط، انا اليوم راح اعزمكم على احلى مطعم، الحين بروح مشوار اجيب لكم العشاء واجي. قالوا لا يلا روح. طبعا رشيد لما راح النيه مو انه يجيب عشاء، لا راح حق محل صانع المفاتيح هذا تعرفونه، وعمل نسخه على مفتاح بيت صاحبه، وفعلا جاب لهم عشاء علشان ما يشكون في الموضوع، وحط لهم الاكل وقعدوا ياكلون، ورجع المفاتيح مكانها. صاحبه ما انتبه ابدا انه فقد مفاتيحه. وراحت الايام وجت الايام، ورشيد يوميا يراقب بيت صديقه، يبي يشوف نظام العائلة متى يطلعون متى يروحون متى كذا، ويسولف مع صديقه دائما ياخذ منه المعلومات بس بطريقه غير مباشره، يعني ما بدكم تظهروا ما بدكم تروحوا شي يوم سياحه. قال امبلا. قال وين انت بتروحون؟ قال نبروح على منتجع امونس. هذا منتجع امونس على فكره موجود بين مدينه حمص وحماة، شيء ولا اروع. الله يذكر ايام سوريا بخير ان شاء الله ترجع الايام الحلوه هذه. منتجع فخم وجميل وطبيعة وكذا. فقال احنا بيروح على منتجع امونس. قال متى؟ قال ان شاء الله الخميس. قال تمام. الحين رشيد عرف اليوم اللي ينفذ فيه الخطة، وينتظر يوم الخميس بفارغ الصبر، وقعد يراقب البيت من الصبح. ولا فعلا هالعائلة قاموا يطلعون يحطون اغراضهم في السيارة وكذا، اركبوا ومشوا. رشيد مأجر له سيارة من واحد من أصدقائه، معطيه فلوس وقال له أبيها بس كم ساعة. قال له وين أنت بتروح؟ قال بس كم ساعة وأرجع وكذا. فلما طلعوا العائلة بالسيارة قام يمشي وراهم رشيد لين يتأكد أنهم فعلا طلعوا خارج حلب. رجع مرة ثانية للبيت وفتح الباب بالمفتاح اللي صنعه، ودخل يتجول في البيت وخذ راحته وصعد إلى غرفة النوم ولقى الذهب، لكن كان خايف أن يتم اكتشافه، فقال خليني أجرب أن أدور على أموال. فعلا لما فتح اللي هو الكبت أو الدولاب لقى صندوق اللي كان الأب يحتفظ داخل هالدولاب في مبالغ من المال، يعني 20,000 ليرة 30,000 ليرة يعني. قام رشيد وخذ 5,000 ليرة أيامها، يعني قيمتها تقريبا 30 دينار كويتي أو 35، يعني 450 ريال، يعني 100 دولار 100 وشوي بس هالمبلغ، وطلع من البيت. طبعا حاول انه ما يترك اثر وانه يكون حذر وانه كذا وكذا. المهم بعد ما رجعوا العائلة اليوم الثاني للبيت، وقعد رشيد حاط ايده على قلبه خايف خايف انه ينكشف. فكان يسأل صديق اليوم الثاني، اتصل عليه قال له تعال شو رأيك يعني اعزمك على مطعم. استغرب صاحبه قال له يلا اوكي. راح وياه وقعد يسأل صديقه ها شلون المنتجع وكذا وان شاء الله انبسط. وقال والله الحمد لله انبسطنا ورجعنا البيت والحمد لله الوضع اوكي. قال يعني كنتم مبسوطين؟ قال لا كنا مبسوطين جدا الحمد لله يعني. قال ها تمام. هني عرف انه ابدا ولا حسوا فقدان ال5,000 ليرة، وهم يدري يعني كذلك ان هالعائلة 5,000 ولا شيء بالنسبة لهم، لكن هو كان يبي يجيس النبض يعني. قال تمام. فقام يراقب ويسأل صديقه قال أنا ما قد أنتظرهم يعني لين إن شاء الله يروحون منتجع ولا يسافرون، لا هذا ما ينفع. فكانت أيامها وقت المدارس. صديق رشيد إلى الآن يعني يستكمل دراسته في الجامعة، وعنده أخوان الصغار تقريبا 5 يعني في 2 يدامون في مرحلة الابتدائي و3 في المرحلة المتوسط أو الإعدادي أو اللي يسمونه.
والأم كانت معلمة، اللي هي أم صديق رشيد معلمة، وأبو صديق رشيد هذا تاجر وعنده معمل لتصنيع المدافع اللي تعمل على الوقود اللي هو الديزل، وكذلك عنده بعض القطع الكهربائية يعني محلية الصنع، وكان مشهور جدا في حلب. فالأبو يعني عنده خير من رب العالمين. فلما تأكد رشيد أنهم دائما وقت الصبح العيال الصغار الخمسة يروحون المدارس، وصديقه يروح الجامعة، وأمه معلمة يعني تطلع مبكر من البيت، والأبو رجل تاجر عنده معمل ولازم يكون موجود فيه، عرف أن الصبح هي الفرصة المناسبة لدخول البيت. وقام رشيد كل أسبوع أسبوعين يدخل بيت صديقه ويروح إلى نفس الدولاب ويطلع الصندوق ويأخذ منه 5,000 10,000 ليرة، مرات يأخذ 20,000 مبالغ. والرجل هذا كان يأخذ معاه من المعمل مبالغ كاش، مرات ما يقدر يعني يودعها أو ما يقدر إنه يحتفظ فيها، فيأخذها ويخليها أو إنه يكون عنده شغل يعني كيصرف سيولة، فكان يحتفظ في مبالغ. ورشيد كان حذر إنه ما يأخذ مبلغ كبير علشان ما ينكشف، وإنه يقدر يستمر في عملية السرقة بدون ما حد يكتشف موضوعه. المهم كل أسبوع أسبوعين رشيد يروح يأخذ له 10-20,000 ليرة، والمبلغ ما هو كبير جدا بالنسبة للتاجر، ما راح يشك. لكن بعد فترة التاجر هذا، وانتم عارفين ترى يعني أبخل الناس وأجعص الناس ترى هم نفسهم التجار، مو كلهم طبعا، اللي عنده فلوس أو تلقى لو انه ما هو بخيل كان ما جمع الثروة هذه كلها، الكريم مسكين ما يجمع. فأحرص الناس على الفلوس هم التجار نفسهم. وأكرر وعيد أنه مو كل التجار، لا والله في ناس فيهم خير وأهل بر وتقوى ويصدقون ومعيشين عوائل فقيرة. مالكم بالطويلة، التاجر هذا عنده جرد يسمونه ربع سنوي ونصف سنوي، يعني كل 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر يسوي جرد، كم مثلاً جهاز أنا بعت وكم المبلغ اللي عندي وكم أنا صرفت على المعمل، لازم ولا شلون يشتغل. لما قاعد يحسب ولا في آلاف ضايعة، رشيد شغال عليه كل أسبوع ياخذ مبلغ، ومرات ياخذ له شوي يزيد إذا شاف المبلغ كبير اللي محتفظ فيه هالتاجر، ياخذ له 50-60,000. يوم جمع ولا تقريباً 400-500,000 ليرة مفقودة. هني حس التاجر ان في احد قاعد ياخذ من فلوسه. منو؟ قال في المعمل مستحيل، انا ما اترك ولا ليرة داخل المعمل. فاستبعدهم كلهم. الحين منو اللي له يد او يقدر يوصل لهالاموال هذه؟ قال بس ماكو الا بنت الذين. منو؟ اكيد زوجتي. ويرجع حق البيت ويمسك زوجته، والله اذا ما تعترفي راح اذبحك الحين، ايش فيك صاير؟ قال لها اتكلمين الحين، وين الالاف اللي خذيتيها من الكبت من الدولاب؟ انا ما احتفظ الا هني، وهني المكان الوحيد اللي تكون فلوسي موجوده، وانا اعرف إذا تنقصت أعرف إنه وين تنقص. مستحيل إن في أحد خذ مني شيء يعني خارج البيت، إلا أولاد الصغار ما عندهم، وحتى لو يأخذ 1,000 ليرة يبين عليه الولد الصغير يروح يشتري شيء وأنا أكتشف إنه. لكن أنت السوسة، أنت أكيد وراء اختفاء الفلوس هذه، وين تودي الفلوس وأنت شنو قصتك وتعطيهم لمين؟ وبدأ حتى يشك في زوجته، يعني تعطينهم حق أهلك ولا تعطينهم حق منه ولا كذا. والمرة تحلف تقول له أقسم بالله أنا عمري ما مديت على فلوسك والله العظيم وكذا، صدقني. قال لا 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 أنا ما صدق، اعترفي قولي لي. قالت أقسم بالله ما خذيت شيء.
المهم قالها خلاص دام ان زوجتي هي اللي تسرقني والله ما تقعدين عندي في البيت. هو يقوم ويطرد زوجته وراحت المسكينة لأهلها تبكي ايش فيك؟ قالت يتهمني بالسرقة. الرجل مو هم الفلوس كثر ما يعني موضوع مبدأ، يقول زوجتي اللي أمن فيها يعني على أولادي وحياتي وكذا هي اللي تسرقني؟ يعني يا ريت يعني ما أخذ مني مبلغ وتقول لي أنا خذيت المبلغ الفلاني، هي شغال علي صار لها أشهر علشان والله أنا ما كنت أعد من وراها. يعني الموضوع كبر برأسه المسكين هذا. المهم الزوجة تبكي وأقسم بالله وتدخلون أهلها وكلموا قالوا له يا ابن الحلال أنت كم المبلغ؟ قال تقريبا الحين 500,000 ليرة. أنا مو هامني الفلوس، ما يصير زوجتي وهي اللي تخوني، أنا شلون أأمن فيها باكر؟ قالوا له يا ابن الحلال المرأة تحلف وتقول إنها ما أخذت، ومن حلف بالله فصدقوه. يا أخي شو تسوي لك إذا هي تحلف بالله وانت مو مصدقة؟ انت مصورها شايفها بفيديو مثلا؟ قال لا شفتها بعينك. قال لا ليش تتهمها وهي تحلف؟ خلاص الله حسيبها، اذا هي تحلف صدقها وخلاص الله يحاسبها. تعوذ من الشيطان وكذا قال خلاص بس بشرط. قالوا شنو؟ قال تقعد في البيت ما تداوم، خلاص تقدم استقالتها من التدريس وتقعد في البيت. انا اصلا ماني محتاج انها تروح تعمل يعني تشتغل، ما أنا محتاج راتبها وأنا عندي خير من رب العالمين، خل تقعد في البيت وتجاب شغلها وتجاب بيتها وتجاب عيالها وتجاب حلالي. إذا أحد سارقني مثلا غيرها خليها هي اللي تحافظ على أموالي. قالوا لها يبا الرجل يقول لك قعدي في البيت وخلاص يعني واتركي عندك التدريس. قالت أنا ما عندي مشكلة، بقدم استقالتي من بكرة وأخذ مستحقاتي وأقعد في البيت. المهم رجعت لزوجها وحلفت له مرة ثانية، قال له هذا الكلام خلاص انتهى، روحي قدم استقالتك وفكيني من شرك وقعدي في البيت وحافظي على بيتك، سواء انت اللي سارقة ولا احد ثاني سارق انت المسؤولة لان انت صاحبة البيت. قالت له خلاص ان شاء الله. كذلك يعني تبي تحافظ على بيتها وزوجها وعيالها، وقالت بكرة ان شاء الله الله يثبت براءتي. المهم وتروح فعلا اليوم الثاني إلى الوزارة وتقدم استقالتها وتقعد تركض لها أسبوع أسبوعين وهي يعني تحاول تسوي إجراءات اللي هي أخذ المستحقات وهالكلام هذا. أو يجيك رشيد، رشيد ما يدري شو السالفة، رشيد متعود الحين كل أسبوعين أسبوع كل ما خلصت الفلوس يروح يسرق وكل ما سوك. المهم ذاك اليوم أم رشيد اشتبهت فيه، تشوف فيه مبالغ يعني ملابسه، مرات ينسى آلاف يعني ليرات ملابسه وهي تقوم تغسل وتشوف تقول يعني من وين له رشيد؟ وبعدين مبلغ مثل هذا رشيد ينساه معقولة؟ ويخليني أغسل ملابسه وتسأله تقول يا رشيد أنت يعني مش مضيع فلوس كذا؟ يقولها لا ليش؟ تقول أنا لقيت يعني مثلا 5,000 ليرة ملابسك. يقول إيه. تقولها نعم رشيد أنت تضيع 5,000 ليرة كان قلبت الدنيا وأنت تدورها، كان نسيت أنت تنسى. الأم قالت لا هذا فيه شيء، هذا من وين يجيب فلوس؟ فتسأله وكذا، لا أنا عندي أنا كنت أجمع من الفلوس اللي كانوا أخواتي يرسلونها لي من برا وكذا وأنا كنت محتفظ فيهم من هالكلام. ذاك اليوم ودش غرفته ولا الحبيب شاري له بلاي ستيشن أول ما طلعت كانت غالية، يعني يقول قيمتها تقريبا 700-800 دولار تقريبا. يعني قالت لها من وين لك رشيد البلاي ستيشن؟ قالها من صديقي. منو صديقه؟ يقصد هذا صاحب البيت اللي هو يسرقه. قالت له صديقك معطيك بلاي ستيشن ومبين البلاي ستيشن جديده وكرتونها موجود، منو هذا صديقك اللي يحبك لهالدرجه؟ ورشيد انت من وين لك فلوس؟
هالملابس. تكلم يا رشيد يا يما لا تزعجيني، ايش فيك؟ اذا اشتغلت قلت لي ليش تشتغل، واذا ما اشتغلت تقولي لي روح اشتغل، يعني ايش اسوي يا يما؟ قلت يعني هذا شغل؟ قال ايه قاعد اشتغل شوي مني شوي منك وكذا. الام ما هي قادره تاخذ منه لا حق ولا باطل. رشيد مراوغ وشيطان ومبسوط على العمليه سالفه الفلوس هذه. المهم ويجي موعد السرقة لما بدت فلوسه تخلص، ويجي الصبح ذاك اليوم كالعادة أول شيء يقعد يراقب الوضع، تأكد أن العيال راحوا المدرسة وصديقه كذلك رايح الجامعة والأب رايح المعمل والأم رايح المدرسة أكيد، لكن الأم ما كانت رايحة المدرسة، رايحة للمنطقة التعليمية عندهم أو تبع الوزارة التربية علشان يعني تنهي خدماتها وتاخذ مستحقاتها وكذا. المهم يفتح الباب ويدخل البيت ويروح على طول يدل طريقه الى غرفه النوم. اول ما فتح ولا ما في فلوس، التاجر من زعل سالفه فلوسه انقصت شالهم، قاعد يدور 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 ذهب يدور شيء ما في شيء، وقعد طول هالمره فتح دروج فتح الكبات فتح ما ادري شنو شوي، ولا هذه ام الولد صاحبه البيت رجعت من المنطقه التعليميه خلصت شغلها وتدش غرفه نومها، ولا هذا رشيد اللي قالب الدنيا. المره مسكينه من الخوف ومن الرعب اول ما بدت تصرخ الصوت ما قام يطلع معاها من الخوف، صار فيها يعني شبه اغماء نص اغماء، يعني يبي يغمى عليها وتصحى شوي من الخرع اللي فيها. رشيد اول ما شافها وشافها انها تجمدت مكانها لقاها فرصه انه يهرب، على طول دفعها وخرها عن الباب وقام يركض باتجاه باب اللي هو نهايه البيت الشارع. لكن لما طلع قاعد يلتفت حواليه يمين ويسار ولا ما في احد في البيت الا هذه، وقال لحظه انا ليش اهرب ما دام ما في الا هي؟ وبعدين هي شافت وجهي وراح تعرف ان انا صديق ولدها وراح تفضحني. قال لا لا، ويقوم ويكفر البيت من الداخل ويروح ركض الى المطبخ يفتح الادرج ولا هذا السكين كبير، خذ السكين ولا هذيك المسكينه توها صاحيه من الاغماء مره ثانيه جايه تبي تتاكد هذا هرب ولا لا، ولا مجابلها رشيد ويبدأ يطعن فيها. الصدمة وين؟ الصدمة المسكينة أصلا كانت حامل وهذا يطعن فيها، أول طعنة ثاني طعنة ويقوم يضربها بصدرها وفي البطن، والضربة الأخيرة كانت في الرقبة، وتطيح المرأة مسكينة وتتوفى على طول. يوم قضى عليها ويقوم ويسرق الذهب اللي بإيدينا، ذهب وشاف خواتم خلاص خربانة معاه السالفة، مسوي جريمة الحين ومتعود على السرقة، قام خذ الخواتم وخذ كذا وطلع من البيت يركض وراح رجع على بيته على طول. أول ما دخل البيت ولا أمه مجابلته، إيش فيك رشيد؟ ولا رشيد متوتر ومخترع ومتغير لونه ومو عارف يتكلم ولا رد على أمه، ويدخل الحمام على طول ويقعد تحت الدش تقريبا فوق الساعة، وأمه طق عليه الباب يا رشيد إيش فيك؟ يا رشيد اطلع برا، يا رشيد خلنا أكلمك، يا رشيد إيش فيك شيء؟ بعد ما طلع أمه تكلمه، فيك شيء أنت؟ إيش صاير معاك؟ ما رد عليها ولا كلمة. المهم بدل ملابسه وطلع وخذ معاه ملابسه القديمة، راح رماهم في أحد حاويات القمامة لأنه يمكن كان فيها أثر من الدم اللي الجريمة اللي ارتكبها. اليوم اللي بعده في عندهم هناك في حلب في عندهم نظام أهل حلب خصوصا في حي الفرقان اللي هم عايشين فيه، لما يتوفى شخص عندهم سواء الرجل أو امرأة ينادون على اسمه في المساجد، يعني توفت اليوم السيدة فلانة فلانة الفلاني والصلاة عليها اليوم في المكان الفلاني، يعني كذي علشان أهل الحي اللي ما يدري أنها توفت يدري علشان يصلون عليها. المهم
وتسمع أم رشيد المسجد يتكلم إن توفت فلانة فلانة فلاني، تعرفها هذه أم صديق رشيد. لما جاء رشيد بالليل ولا رشيد بعالم ثاني يفكر وسرحان مفهي، وتمسك أمه قالت له يا رشيد أنت أم صديقك مو اسمها فلانة الفلاني؟ يوم قالت حق رشيد أم صديقك ويهستر رشيد، لا أقسم بالله أنا ما لي شغل. قالت له شنو ايش فيك رشيد أنا بسألك، هي متوفية؟ قال لا 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 مو متوفية، لا من قال متوفية؟ المهم طلع برا البيت. الأم قالت هذا ايش فيه؟ اليوم الثاني ويجي رشيد وسهران ما أدري وين ماخذ الفلوس ورايح كازينوهات وبايع الذهب، المهم وتمسكه قالت له يا رشيد أنا رحت العزة عزة صديقك فلان أمه متوفية أنت ما تدري بالموضوع؟ قال لا ما أدري. قالت له شو ما تدري وانت 24 ساعة معاه؟ توفت أمه ما رحت زرتهم عزيتهم؟ قال لا ما عزيتهم ولا شيء، أنا كنت تعبان وأنا كنت سهران وأنا. الأم قالت والله هذا مو مضبوط، هذا فيه شيء. قالت له يا رشيد تعال أنا بسك سؤال، صديقك لما رحت أنا عزيهم لقيت الولد وعزيته وكذا والولد مسكين يعني ساكت ما في شيء، أنا سألته قلت له أنت ما أعطي رشيد بلاي ستيشن؟ قال لا أنا ما أعطيته. أوه رشيد يتخربط، قال أنا أمي من وين طلعت لي أمي؟ قال ها لا لا هو كذاب أكيد هو كذاب. قالت له كذاب ليش يعني؟ إذا هو ما أعطيك ليش يكذب يعني؟ المهم هذه قعدت أم رشيد تفكر، قالت رشيد فلوس ما أدري وين يجيبها وبلاي ستيشن، واليوم داش علي يعني اللي هو أمس داش متوتر وخايف وحالته حالة وصار له ثلاثة أيام يدخل البيت ويطلع، يدخل يبدل ملابسه ويطلع. المهم قالت خلنا نفتش ملابسه، هذا رشيد دائما ينسى بعض فلوس، ينسى أوراق، ينسى ما أدري شنو. المهم متفتش تفتش في هالملابس اللي قاطها صار له ثلاثة أيام يبدل فيهم، ولا تلقى حلق اللي هو احنا نسميها التراتشي، الحلق الأذن هذه واحدة فيهم نفس الدبوس وملتصق داخل جيب بنطلون رشيد. يوم شافت الذهب الصغير هذا هني قالت لا ده الولد هذا مسوي مصيبة، وربطت الأحداث ببعض، سالفة المرأة المقتولة وهي سمعت أنها تم قتلها يعني بدافع السرقة وأنها مسكينة لقوها ميتة وذهبها مبيوق وكذا، ربطت قالت لا بس هذا رشيد هو اللي مسوي هالمصيبة، لدرجة أن الأم خافت أن تواجه رشيد في الموضوع يقوم يقتلها، فقامت واتصلت على عمام رشيد اللي عايشين في حماه وقالت لهم شوفوا تجون الحين تشوفون ولد اخوكم شو مسوي، تجون انتم وعمامه كلهم. قالوا لا ماشي ماشي ايش فيه؟ قالت تجون وراح تعرفون المصيبه اللي مسويها رشيد. والام طبعا ما اوصي دليلها ما شاء الله يعني نافيجيشن يعني القلب عندها ما شاء الله لا اله الا الله الامهات، الصيد السالفه بدون ما تتكلم، هي عرفت الولد مسوي مصيبه ويجون عمام رشيد. قالوا لها عسى ما شاء، قالت رشيد داخل، رشيد لقيت عنده فلوس، رشيد صار له الحين كم يوم الولد كله سرحان ومرتعب وخايف ومسوي له مصيبه، ولقيت بجيبته يعني لقيت حلقه اللي هي الذهب، وقبل كان عنده مبالغ وعنده فلوس، ورشيد في شيء، وترى في وحدة مقتولة عندنا هني وهذه أم صديق رشيد وأنا حاسة أن رشيد له علاقة في الموضوع. انصدموا العمام، قالوا يعني معقولة رشيد يعني مشارك أو على علم بالقضية وما يبي يقول منو المجرمين مثلا؟ قالت ما أدري روحوا اسألوه. ويجي العم الكبير دخل على رشيد، ها رشيد شلونك شخبارك؟
هلا عمي، هلا حياك الله عمي، ليش جاي؟ شنو في في شيء؟ قال لا ما في شيء. قال حق العمام الثاني، قال لهم خلكم برا، انا بقعد ويا رشيد بتفاهم وياه. سكر باب وقعد ويا رشيد. قال له شوف يا رشيد، انا عمك الكبير وابوك اخونا وعزيز علينا، وانت ترى تعتبر ولدنا، واحنا معاك للموت، والله ما راح نتخلى عنك يا رشيد. رشيد انت مسوي شيء، مسوي لك مصيبة، تكلم خلنا نتداركها، نشوف لك حل، وان شاء الله تكون الموضوع بسيط. المهم رشيد قاعد يبكي، قال اي بسيط يا عمي. قال له شنو؟ تكلم. قال له يا عمي انا دخلت على بيت صديقي وكنت اسرق منهم فلوس، واخر مرة دخلت شافتني امه وانا خفت انها تبلغ عني وقمت وقتلتها. سكت العم، انصدم. قال له انت اللي قتلت؟ قال انا اللي قتلتها. طلع العم من رشيد وسكر الباب. العم يوم طلع يقول لك حتى شفايفه صارت ناشفه، نشف ريجه مسكين، واغمى عليه، ويقومون العمام يصحونه، ولا مرتفع عليه الضغط ومرتفع عليه السكر، راح ينجلط بسبه هالسالفه، مصيبه وطاحت على روسهم. وانتم عارفين دائما البلاوي تعم والخير يخص. الله يكفينا الشر. في ناس يجي فيك العيد وانت على بنة يعني تقرب له، لو من بعيد تدخل معاه في المشكله، تدفع وترجى والعالم وتكفون عشان هذا الغبي سوى مصيبه. لكن لما الغبي هذا يصير عنده فلوس ويغتني، لا لا لا، الخير يخص والشر يعم فعلا. المهم والعم يطيح ويصحون فيه، قال لهم يا جماعه مصيبه وطاحت على رؤوسنا واحنا لازم يعني نتعاون ونحل المشكله. قال حق العمام السالفه، قالوا خلاص احنا لازم نسلم رشيد للسلطات الامنيه، لان سالفه ان نهربه وكذا هم حرام، واذا سالفه ان نخلي رشيد يعني يشوف يعني زوج المراه المقتوله وحتى عياله ممكن يقتلون رشيد، وما راح نخلص من هالسالفه، خلونا نسلم رشيد للسلطات الامنيه وهم يتصرفون. وفعلا ياخذون رشيد ويسلمونه للسلطات الأمنية، ويروحون يبلغون التاجر إنه يبغى تم إلقاء القبض على اللي قتل زوجتك، وهذا ينقال له رشيد صديق أولدك. انهار المسكين، والولد انهار إنه صديقه هو اللي قاتل أمه. حسبي الله ونعم الوكيل. المهم طبعا يوم جابوا رشيد علشان يمثل الجريمة، التموا أهل الحارة، الكل تكرمون يتفل عليه ويسبه ويلعن فيه وكذا، يا خاين يا اللي ما تستحي، يا اللي فيك وما فيك. رشيد خلاص بعد يعني ميت ميت، عارف نفسه خلاص انتهى الموضوع، ما جت على يسبونه ولا ما يسبونه، خلاص. المهم يوم خلصوا العزة والعمام كلهم راحوا عند يعني التاجر، عزوه وقالوا احنا يعني والله ما لنا وجه نتكلم معاك ولا نقول لك شيء، لكن احنا جايين نقدم العزاء فقط، واللي تامر عليه ترى احنا حاضرين. قاموا خذوا بعضهم ومشوا ورجعوا لبيوتهم. المهم بعد شهر شهرين ويحكمون على رشيد بالإعدام. فيوم الحكم على رشيد بالإعدام، الحكم مو تنفيذ الحكم، الحكم، العمام كانوا قاعدين وحزنانين جداً على ولد أخوهم وعلى السمعة السيئة اللي صارت فيهم، وهم عائلة محترمة جدا، والدليل على أنهم هم اللي سلموه، ترى هم ما يرضون بالغلط، لكن ما كانوا يتمنون أنه كذلك أنه ينقتل ولد أخوهم على جريمة مسويها، يعني أهم شيء يسود الوجه. المهم مجتمعين شوي ولا جايهم التاجر هذا من حلب إلى حما ويجيهم في المجلس. يوم دخل عليهم مجلس انصدموا، هلا حياك الله ومستحي منا. يعني تخيلوا الحين
ماتت زوجته وعنده عيال صغار 5 ولده الكبير عياله من يربيهم من وكذا، وخصوصا التاجر هذا حزن شديد جدا على زوجته لأنه ظلمها في البداية. هالمعلمة هذه اللي اعتقد أنها هي اللي كانت تسرق وخلاها يعني تقدم استقالتها، يعني لو أنها كانت مداومة في المدرسة يمكن ما شافها رشيد ولا قتلها، لكن قدرة رب العالمين وتدبيره سبحان الله يومها. فكان حزين جدا على السالفة هذه، لكن دخل على العمام وسلم عليهم، وهم كانوا مستغربين وكانوا يعتقدون إن هذا تاجر ممكن إنه جاي يعني يقول لهم مثلا ادفعوا لي دية الفلانية، يعني يطلب بالملايين وعشان أتنازل، يعني يستغل الموقف ممكن، وفي كثير حصل للأسف يعني. فالتاجر قال لهم شوفوا والله العظيم أنا أتمنى أن يكون عندي إخوان وعمام مثلكم، أنتم كان بإمكانكم أنكم لما دريتوا بسالفة رشيد أنكم هربتوا وطلعتوا برا البلد، وشي سهل وممكن أن أي واحد يسويه، تعطونا التذكرة وتقول روح أهرب إلى أي بلد في العالم، ولا راح أكتشف أنا من اللي قتل زوجتي ومن اللي قتل أم عيالي، وأقعد ميت قهر طول عمري لين أموت. كان بإمكانكم تسوون كذي، لكن لأنكم ناس تخافون الله ورجال ومحترمين، وأنتم اللي سلمتوا ولد أخوكم بنفسكم للسلطات الأمنية ومستحين وجايين تعزوني بعد، أنا راح أعتق رقبة رشيد لوجه الله تعالى، بتنازل علشان خاطركم أنتم يا العمام اللي يعني سلمتوا ولدكم بنفسكم، ولا أبي منكم لا دية ولا شيء، وأنتم من اليوم وطالع أبي أعتبركم أخواني وأهلي. طبعا المساكين العمام انهاروا بهالموقف هذا، قعدوا يحببون فيه وقالوا لديتك لازم توصل وجزاك الله خير ومن هالكلام. المهم تم الإفراج عن رشيد بعد 3 سنوات، خذ الحق العام، ما نفذوا فيه حكم الإعدام لأنه تم التنازل، لكن الحق العام خذ له 3 سنوات، لكن العمام والأهل كلهم تبروا منه، قالوا له رشيد أنت لعد خلاص ما نقدر نستقبلك ولا نضيفك ولا نقعدك بيننا، أنت رجل كبير الحين خلاص اطلع روح هاجر روح أي مكان الله يسهل عليك شوف حياتك، لأن حتى العمام وحتى الأهل قاموا يخافون من رشيد، قاموا يخافون أنه يرجع مرة ثانية يفكر بالموضوع فلوس ويقتل عمه يقتل خاله يقتل أي واحد، فكانوا خايفين منه، فقال أنا لا خلاص أنا راح أهاجر. وفعلا هاجر إلى سيبيريا، وهناك تعرف على مجموعة من العصابات اللي يعملون بالقرب من روسيا، وهذول العصابات في منهم عرب يعني مشكلين يعني، لكن هذول شنو شغلتهم؟ هذول يشتغلون في صيد الطيور المجرم صيدها، مثل الصقور والنسور وكذا والحياة البرية اللي موجودة هناك، فكانوا يصيدون خصوصا الصقور، وهناك عندهم صقور الصقر الروسي هذا يعني كان من أفضل وأجود أنواع الصقور، وكان ينباع بمئات الآلاف، وكانوا يبيعون على الدول العربية يعني حتى في كذا دولة يعني ما بأذكر اسمها، يعني كانوا ما يأخذون إلا من هل الصقور هذول، فكانت يعني عملية بيع الصقور تدر أرباح خيالية بالنسبة لهم. المهم اشتغل معهم منه رشيد، قعد من سنة 2000 بعد ما طلع 2003 طلع من السجن إلى عام 2009، وفي يوم من الأيام وخلال مطاردة الجهات الأمنية في روسيا حق العصابة هذه صيد الطيور انقلبت فيهم السيارة، ودخل رشيد في العناية لمدة 20 يوم، وبعدها توفى، وهني انتهت سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.